الخير. مساء الخير يا ناس الحنايا، واليوم رانا في هاد السهره وسهره رمضانيه ان شاء الله، واليوم رانا في اواخر شهر رمضان، ورانا في ليله عشيه يوم العيد، ورانا مع هذا الملتقى الاحباب هذا في بلديه الحنايا، وخاصه رانا في محل حسن جلول. ماذا بينا رانا مع الاخ سحنون حافظ، واش قلنا على هاد السهره مع المطرب تاعنا تاع الحنايا وهو محمد الريش. الحقيقه محمد الريش غني على التعريف، فنان من الطراز الرفيع. هذه السهرة إن شاء الله رانا درناها، وراها قبل الدعوة نتاعنا وراها لباها، نتمنى إن شاء الله نفوتوا سهرة ممتعة. نشوفوا مع الأخ فتحي. فتحي تاع أول مرة راك تجي لعندي المحل هنا، ماذا بينا واش قلنا مع هذه السهرة مع الأحباب اللي رانا فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه كانت مفاجأة، دعاني لها عبد الحفيظ وعجبتني، وسهرة شيقة هذه، وعزف دارها عجبني مليح، نتمنى له النجاح ان شاء الله الاخ الكريم، وان شاء الله نكثروا من هذه السهرات ان شاء الله. شكرا. نعود نشوفوا مع اخونا بن عوده، وبعيدا عن السياسه، واليوم رانا مع الفن، واش قلنا في هذه السهره الفنيه مع محمد الريش؟ اولا نشكر الاخ محمد الريش على تلبيه الدعوه، الحمد لله محمد الريش غني على التعريف، ونجسدوا الفكره تاع محمد الريش على اساس يكون فيها مبادره تاع موسيقى ومبادره تاع الشعر. ماذا بينا تاع الاخ حسني يقدم شويه شعر، الناس عارفوا غير بالرسم، هذه ماذا بينا يكون هذا مجال تاع الشعر ان شاء الله. ونعاودوا نشوفوا مع الاخ عبد القادر، وبعيد على المنبر صوت الشباب، واش قلنا على هذه السهره مع الفنان تاعنا محمد الريش؟ اولا نقولوا صحه فطوركم وعيدكم مبارك مسبقا. نشكركم على الاستضافه، اولا الشرف العظيم باش نكونوا بين شباب بلديه حنايا، اللي بكل صراحه شباب في بلديه الحنايا ما شاء الله عليه، كاين فنانين اللي مازال ما الناس ما تعرفهمش، كما عندنا الرياضيين ثاني، الرياضه ثاني معروفه الحنايا بانشطه تاعها تاع كل شيء. حنا كي تقول الحنايا يعني معروفه عن على التعريف، غني على التعريف فنانين. هذا محمد الريش راه لبى الدعوه تاعنا، وجا دار معنا سهره رمضانيه، ودنا قدمنا موسيقى شيقه اللي فريمون حاجه شابه، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق. وماذا بينا كي الشباب ولا يتصلوا به يتعلموا من عنده، ويزيدوا ماذا بينا نزيدوا حلوا فروع نتاع الثقافه، خاطر الثقافه حاجه كبيره في وسط المجتمع. شكرا. ونعاود نرجعوا للفنان تاعنا محمد. محمد واش قلنا على هذه السهره، وماذا بينا تعطينا واحد اللقطه واحد الموسيقى، واش قلنا في هذه السهره هذه؟ ايوا عجبتني، ولا شكرا على واجب في الحق. انايا هذه الجماعه هذه شحال ما تلاقوناش، عجبتني وان شاء الله راني هنا في الحضور نجي. واش تعطينا دروك، عطينا لقطه نسمعوها منك ومن بعد نكملوا هذه السهره هذه. دير له واحد الابيات شعريه معاه من بعد نديرو عاود انا نشوفو. صور صور شكرا محمد الريش على هذا المقطع. Oh,
شرف الله يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك صلوات الله عليك. يا ميمونة